الشغل هلا والحديث الشائع بين المجتمع هو القلق والتوتر النفسي، خوفا على الأهل، خوفا على الأولاد، خوفا على الأحباب من عدوى كورونا. هذا الشيء صار الشغل الشاغل بعقول الناس أكيد سلمى، منا وجر يعني خلينا أكيد نقول. لكن اليوم بدنا نحكي أكثر عن كيف فينا نسيطر على القلق والتوتر، لأنه عم بيأثر على حياتنا الاجتماعية، حالتنا النفسية. مع الأخصائية النفسية غالية سعيد، أهلا وسهلا فيك. خلينا نعرف منك كيف ممكن فعلا نسيطر على هذا التوتر. يعني هلا مين ما قابلتي بتلاقيه متوتر، صحيح خايف، قلق، يمكن مو على حاله بس على اهله، على اولاده. فخلينا نعرف منك هذا الموضوع. أول شيء بتمنى صباح السلام والأمان وعن جد والصحة. كل الصحة للكل يا رب، وإن شاء الله كل حدا عم يحضرنا أو عم يسمعنا أو عم بيكون موجود معنا على الأقل، بس نبلش عن جد نقرر إنه نحن ندخل بسلام داخلي. مثل ما تفضلتوا وتحدثتوا إنه ما في حدا موجود هلا ضمن أي بقعة على وجه الكرة الأرضية ما عم يكون العامل النفسي عم يلعب كتير دور كبير بحياته. صحيح. يعني كلياتنا متوترين، كلياتنا خايفين. مثل ما تفضلت سلمى، قالت كلمة كتير حلوة، العزلة الاجتماعية، لأنه الإنسان بحد ذاته هو كائن اجتماعي بحت كتير واسع. فمجرد يفتكر أنه هو لا قدر الله إذا صار عنده هذا المرض ممكن ينعزل 14 يوم، وممكن التنمر اللي يصير عليه من المجتمع كمان للأسف أنه أنت كنت مريض أو من الأشياء هي أخرى، فبحد ذاتها بتعمل له حالة وهم، حالة قلق، حالة توتر، بتخليه عن جد فعلا يوقف بمكانه، فهو لا له قادر يتقدم ولا له قادر يرجع لورا. فهذا الموضوع يا أصدقائي كتير واضح وكتير صعب وكتير مهم. إذا بدي أحكي عن مرحلة الوهم أو القلق المرضي، يمكن احنا سبق وتحدثنا عن هذا الموضوع، فلكن الواجب والحاجة تستدعي انه نحن نرجع نشرح عنه بشكل اكبر. الوهم او المرضي او القلق المرضي، اذا بدي اقول انه هو بحد ذاته يعد احد الاضطرابات النفسية الشائعة جدا، يلي هو يعتبر عامل جدا مهم بتداعيات المرض. حالة ممكن تخلي لك اي فيروس شو ما كان نوعه، قد ما كان بسيط، مجرد انت ما تفتحي هي الشبكة الوهمية وتخليها تتغلغل ضمن نطاقك الجسمي، فهي مثل حدا يعني فتح مجال انه تفضل بكل اريحية، فينا تتجول بأجراء جسمي، بأجراء حياتي، وتأخذ منها قد ما يكون. الإنسان بالمجمل هو عبارة عن مشاعر وأحاسيس ومكونات حسية وفعلية ومشاعرية، تمام؟ طب إذا هذا الخوف قدر يتملك فيكي، قدر هذا الخوف ياخذ أكبر حيز من حياتك، أكيد رح يكون، يمكن ما الكل يوافقنا بهاي الفكرة، بس ولكن عم نحكي من جوانب علمي، صدقاً الوهم والقلق والتوتر هو ما بينافس أبداً إلا هو قد المستوى الحالة المرضية. يعني خليني أقول، نحن عنا فيروس، أوكي نحن مؤمنين وموجود بهذا الشيء واقع وحق، ولكن الوهم والخوف والقلق والتوتر ما يعادل تماماً نفس الدرجة، تخيلي. يعني إذا هن الاثنين مشوا مع بعض، فأنا بأكد للأسف، يعني الله يحمي الجميع، فأنا بأكد للأسف أنه النهاية باينة تماماً. أكيد. أنا حدا متوهم، أنا حدا خايف، وسمعنا أنا حدا يمكن كتير متضايق من العالم بالفترة الماضية أنه في أشخاص من كتر الوهم صحيح صار تظهر عليها أعراض بعد ما خضعت لتحاليل طبية، طلعت هاي التحاليل الطبية أنه هي سليمة ما فيها شيء، ولكن حالة الوهم هي اللي أشعرتها أو خليني أقول أظهرت عندها هاي الحالة. وهون بدنا نحكي غالي عن أهمية التفريق بين خط فاصل كتير مهم، حالة الاستهتار أو اللامبالاة اللي ممكن تصيب الشخص، إنه أنا مو فارق معي وما في مشكلة وعادي، وشو يعني إذا انصبت مناعتي قوية، وبين حالة الحذر، إنه أنا أكون شخص حذر أحمي حالي لحتى ما أنصاب قدر المستطاع، وبنفس الوقت ما يكون عندي حالة هلع إذا فينا نقول. حلو كتير السؤال. مثل ما تفضلت وقلتي، الفيصل بين هدول المصطلحين هو يعني هذا الخط الرفيع جدا جدا بين فكرة إنه أنا سوري على العامية، إنه أنا مو فرقانة معي، يعني أنا شو ما بده يصير يصير، أنا مناعتي قوية، ما في شيء اسمه هذا الشيء، وكلنا بدنا ننصاب، وكلنا بدنا ننصاب. أوكي، بجوز نحن كمان نكون فعلا تجاوزنا هذا الموضوع، ولكن هذا مو بشطارتي ولا بشطارة فلان ولا بشطارة انه مناعتك قوية او لا. وفي فرق كتير كبير كمان بين انك انت تستجلب المرض لحالك، هذا حد، وهذا حد اخر. نحن ما عم نقول انه والله نطلع علنا هيك وما عنا شيء وامورنا رواق ونختلط وعلى 24 ونمارس حياتنا الطبيعية، لا اكيد لا، خليك ضمن احترازاتك الوقائية. أنا مثل ما أكيد عم يضلوا ينبهوا تباعد اجتماعي، وما في داعي أساساً، يعني أساساً لو أنه هي بين قوسين خارج عن الموضوع، إذا نحكي عن الآداب الاجتماعية والتواصل مع الآخرين، فهو من أجمل ما يكون أنك تتركي مسافة تباعد اجتماعي. هي من الآداب تبع الإتيكيت العالمية اللي بتحكي فيها سيدات والرجال المجتمع، أنه اترك مسافة تباعد اجتماعي، ما في مصافحة، ما في هذا الهيل تبع أنه بوسك كل ما شفتك وباخذك بالأحضان، هي أساساً آداب عامة ضمن الإتيكيت، فخلونا معلش نلتزم فيها هلا، هي فكرة. وما في داعي تبع انه
نتركها على البركة، لأنه ما في شيء اسمه على البركة. يعني مبدأ هذا الصبحانية للأسف اللي كتير عالم هلأ عم تمشي فيه، إنه يلا بدنا ننصاب فيه، ممكن إيه أكيد تنصاب فيه، بس أنت بتعرف شو عم بيصير جوا بجسمك؟ أنت بتعرف شو في عندك مفاعلات؟ أنت بتعرف شو في عندك مضاعفات جوا؟ يمكن لا قدر الله يكون عندك مرض تاني كامن نتيجة هذا الفيروس، أصحى معه كتير أشياء تانية كانت مودية بحياتك. أكيد نحنا بنقول أول شيء إنه ننتبه، نرجع ننتبه، نرجع ننتبه مرة ثالثة. نجي لفكرة بقى استجرار المرض، وأنا قاصدة هذا التعبير تماماً، استجرار المرض. مو كل حدا شعر إنه وجعته إيده سعلسعلة، صار في صداع شوي، أنا معي كورونا، أنا معي كذا. وللأسف في كتير شيء مستفز، عذراً على التعبير، إنه العالم صار تتجاهر بهذا الموضوع. انا سعلت شوي بكتب دغري على الفيسبوك انا معي كورونا، صار دعايه للاسف، انه معقول وصلنا لمرحله انه انت يعني اذا بدك تلفت نظر التعاطف غاليه تمام انه بتحط على حالك مرض تماما. معقول كثير عالم صدقا نحن بنعرفهم اول شيء بتقول انه انا معي كورونا، بتبلش بتستعطف العالم، بعد بيومين بتطلع الحمد لله طلعت المسحه ما فيها شيء. طب انت شو عملتي بهاي الحاله؟ انت شرتي حاله من الرعب بين كل شخص، أكيد. ممكن كل حدا كان مسلم عليك مثلا، كل حدا حكاكي، كل حدا كان موجود حدك، يمكن والدتك اللي تكون موجوده بالبيت صارت تشكي بحالها انه هي بنتي طلع معها هيك، معقول هذا الشيء؟ اولا اعراض المرض هو ما لنا فكره لحتى نعمل سوشيال ميديا لحالنا، ما لنا فكره لحتى نشهر حالنا على كتاف مشاعر الاخرين، لانه كثير هذا الشعور مؤذي ومؤلم ومنافي تماما للانسانيه. هذا اولا. ثانيا انت على الحاله النفسيه، يعني شو الشطاره انك عم بتقول انا مريض؟ يعني انت ما عم بتقول انا جايب دكتوراه ولا انا عامل شيء مهم كثير، انت عم تقول انا مريض يعني. والابشع انه في منهم ناس عم ينزلوا ويمارسوا حياتهم الطبيعيه ويقول لك انا مريض. وهي هي الفكره، انت بتقول انك انت مريض، طب شو عم تعمل معنا بالطريق؟ شو عم تعمل معنا بالشغل؟ قال ايه انا ما بوقف حياتي، ما بوقف شغلي، واذا مرض هو قريب وبمر، يعني على اساس تضحيه بسموها، إيه هو عم يضحي، هو ما عنده مشكله يعدي غيره. هلا يمكن غاليه في جمله كمان بعلم النفس كثير مهمه، هي كل ممنوع مرغوب. صحيح، هي فعلا موجوده بشكل فظيع بالمجتمعات. بنقول له البوس كمامه بيطلع شطاره، ما بالبوس كمامه ايه خالف تعرف. مثلا اذا حسيت باعراض لا تداوم، ما انا شطاره، بتلاقيه عم بيصير انه ملتزم اكثر. هي القصه يعني زائد الاستجرار العطف والامراض النفسيه اللي هلا بدات تظهر لجذب الانتباه. كمان اليوم كيف كفي بعلم النفس انت تنشري التوعية بدون ما تكون هالمقولة مأثرة على الناس؟ تمام، كتير حلو انه انت لما بدك ترجع عن جد تعمل وعي مثل ما تفضلتي، ما انا معيب ابدا اذا انا كنت حدا لا قدر الله صار عندي هذا المرض، هذا لا بشطارتي ولا بشطارة فلان ولا بيعرف بين اي طبقة من طبقات المجتمع صار عندي هذا المرض. يعني مو شان انك انت، طب اوكي ما حقلك انه يكون ترك البقايا، ما يهمك البقايا، اهتم بحالك. انت ما بدك تكمل حياتك بعد هذا الموضوع، ما بدك بعد ال 14 يوم انك انت تكمل حياتك، طب على الاقل بس اهتم بحالك، انسى البقايا اذا ما بيهموك. الفكره انه مثل ما تفضلتي تبع خالف تعرف، اذا بترجع بتحكي معه للشخص انه انت شو فكرتك مثلا انك انت عم بتداوم، بيكرت لك كل ما بعرف منين بيجيب عوامل اقتصاديه واجتماعيه، لا بصير مضحي ومضحي، يعني هو اللي عم يشتغل بصير انا محور الكره الارضيه اللي بدي اصرف على الكل. يعني مثلا على فكره اذا انت حجرت 14 يوم او بعدت عنا 14 يوم ما رح يصير شيء بالميزان الاقتصادي تماما. العالمي تبع الكره الارضيه، بالعكس يمكن انت يعني حتضمن 10 سنين لقدام تضل عايش فيهم. اكيد في كل حدا يعني عنده بالبيت عنده شخص ممكن ينوب عنه. طبعا اكيد، ويعني خلال فتره التوعيه اللي نحن عم ننشرها من اكثر من 4 شهور أو 5 شهور حتى الآن، كنا عم نقول إذا البيت فيه 5 أشخاص شخص يوميا يطلع يجيب الأغراض، نبعد عن الكبار بالسن أنه هنن يجيبوا الأغراض أو ينزلوا على السوق، حرصا لما يقال أنه هنن الأقل مناعة ممكن ينصابوا بالفيروس. هاي المعلومات كتير مهمة، والحالة النفسية بالعالم كله وكل الأطباء اللي إجوا لعنا قالوا أكيد. الدعم النفسي والحالة النفسية هي أساس للعلاج. خلينا نحكي بعيداً شوي عن كل هاي الأمور السلبية اللي عم نعيش فيها، اليوم شخص انصاب بالمرض تمام، ولكن هو قوي الشخصية، حلو، ممكن يمر بحالة تنمر، ممكن يمر بحالة خوف هو نفسياً يقول أنا ليش هيك صار معي، مع أني أنا كنت أخذ كل الوقاية. في ناس كثير عم ياخذوا أساليب الوقاية وما هيك عم بيصير معهم عم ينصابوا بالفيروس. طيب شو ممكن أعمل؟
كيف ممكن أنا ساعده نفسياً بهاي المرحلة؟ تمام، أولاً بهاي الحالة أول مساعد نفسي هو ذاته، ما في حدا بيساعد حدا بهاي المرحلة، أول شيء ذاته. أول شيء نتقبل الفكرة، تمام؟ نحن بحياتنا كتير تقبلنا أشياء كانت صعبة ومؤلمة وما في حدا ينكر هذا الموضوع. وتأقلمنا، يعني تقبلنا أشياء كانت أصعب من المرض. أصعب كتير بهالحرب اللي عشناها. وتقبلناها وما زلنا مستمر، الحياة بتضل مستمرة ما بتوقف عند أي عائق نهائي. فأولاً أنت تكون حكيم نفسك، ما في حدا لازم يقرر عنك، ما في حدا لازم يقول لك أنت لازم تكوني قوية أو لا، هي لازم بالعقل. خلينا نشغل عن جد جهاز المنطق والضبط اللي موجود عند كل إنسان من بيناتنا. هو فيروس، إذا أنت كنت أقوى منه ومتحكم فيه، أنت اللي رح تتحكم فيه، مو هو اللي رح يتحكم فيه. البشرية شافت أو بيئة أكثر من هيك بكتير، ونحن هذا الجيل اللي بيثبت إنه نحن مستمرين. ما في داعي للندب، ما في داعي للتسليب، ما في داعي لإنه أنا خلص لحمود، ما في داعي للأشياء السلبية. ورجاءً رجاءً برجع بقول المرة بعد المليون، أنا صار عندي مثلاً هذا الشيء، ما في داعي إنه أنا أنشر بين العالم كلياتها، بكفي إنه أنا الشخص اللي بيهمني سوشيال ميديا بعد معلش تليفوناتكم يا ريت تبعدوا عنها. أنا بقول لهم أهم شيء أنا كأخصائي نفسي، أنا كحدا، قيموا الفيسبوك، قيموا الواتساب، قيموا القصص كلياتها، إنه ما بتتخيلوا كمية السلبية اللي عم تبثها العالم بس قيل عن قال. عن جد يعني سوري بس شيء مستفز جدا، الاشخاص اللي بتلاقيها عم تتسلب وعم تبعث لك اشارات سلبيه، هي نفسها اللي بتكون بالشارع قاعده بالاماكن العامه وقاعده عم بتمارس حياتها بشكل كثير طبيعي، ولما تقولي لها طب مو انت اللي كنتي عم بتقولي كمامه وليش ما هيك، يلا مشيها، شو بدك بهذا الحكي، كله حكي كله كتابه. فانا بقول له اذا بدك تدعم حالك اول شيء تدعم حالك من نفسك انت، ما تصدق اي حدا بيقول لك فلان، لانه حيجي يقول لك يلا سلامتك والله هو فلان هيك بس مات هداك عمره خالص. نعم. انت شو عم تعمل لي بهذا الحكي؟ اهم شيء انت تدعم حالك بشكل ايجابي، بعدوا عن كل شيء اسمه وسائل تواصل اجتماعي، كل شيء يعني الطاقه السلبيه يبعدوا عنا العالم، وخاصه بهي الفتره عن جد نحن مو متحملين ابدا ولا اي كلمه لا بالحكي ولا بالتصرفات. بنتمنى يعني الكل يكون عنده امل وبصيص ايجابي مهما كانت الظروف صعبه، لانه بدنا نعيش بدنا نستمر، بكره اللي جاي احلى. أكيد. ان شاء الله اللي حيمرق هي ازمه وبدها تمر باذن الله. نحن بدنا نشكرك كثير على وجودك وعلى الطاقه الايجابيه اللي اعطيتينا اياها، وبنتمنى لك الصحه كمان ان شاء الله يا رب. الله يحمي الجميع، وان شاء الله يا رب الكل بسلام وبامان وبصحه. واكيد خلينا نتذكر انه هي غيمه ورح تمر، ما في غيمه بتطول اكثر من هيك. اكيد. شكرا لك غاليه، شكرا لوجودك معنا.